لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي عشان نعرف منه اخر الاخبار والكواليس المتعلقه بتدريب الاهلي اللي بدا حوالي الساعه 5. توفيق مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب التمرين بدا الساعه 5، عايز اعرف منك استعدادات الفريق لماتش المصري بكره. كلام كتير جدا بيتقال على ان كولر ادى اجازه لعدد من اللعيبه، عايز اعرف منك كام لاعب خد راحه سلبيه، اجازتهم مدتها قد ايه، ومين ابرز هؤلاء اللاعبين، او لو عندك القائمه بالكامل اللي منحها كولر راحه حتى الفتره القادمه. طبعا يا محمد، يعني يمكن دي اخر مباراه في الدوري العام هذا الموسم، يعني الحمد لله احنا بطل المسابقه، كان موسم طويل جدا، ان شاء الله يعني على خير يخلص بكره باذن الله امام المصري في المباراه المؤجله، وان شاء الله كمان مباراه الكاس تخلص على خير وكل لاعبتنا يكون في اتم يعني حالتهم البدنيه والفنيه والصحيه. يمكن زي ما انت قلت عدد كبير جدا من اللاعبين حصل على اجازه، ويمكن بس الاجازه محمد قصيره جدا عكس ما الناس كانت كلها بتتكلم ان الاجازه لنهايه الموسم، لا خالص، الاجازه لغايه يوم الخميس بس. 12 لاعب بالفعل حصل على اجازه، من ابرز طبعا العناصر الاساسيه في الفريق طبعا بدايه من محمد الشناوي، علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، كان محمد عبد المنعم موجود، ولكن طبعا يعني الجهاز الطبي والفني فضلوا ان هو يخوض بعض التدريبات الاستشفائيه، طبعا يمكن كان مجهد الفتره اللي فاتت ففضلوا ان هو بس يخوض بعض التدريبات الاستشفائيه، ولكن مش موجود في التدريب الجماعي اليوم. كمان مجموعه خط الوسط كلها محمد، يمكن اليو ديانج، مروان عطيه وقفشه، وكمان محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا وبرستاو وحسين الشحات واحمد عبد القادر. 12 لاعب بالتمام والكمال حصلوا على اجازه، ولكن فقط يعني لغايه يوم الخميس استعدادا طبعا لمباراه الداخليه في بطوله كاس مصر، هيكونوا موجودين مع باقي زملائهم باذن الله في مباراه في مران الخميس ان شاء الله عقب على طول الانتهاء من مباراه مصر غدا باذن الله، واللي ستقام على استاد برج العرب بالاسكندريه. دي طبعا اخر مباراه، كل سنه وانتم طيبين وكل جمهورنا الاهلي طيب، موسم دوري رائع او اكثر من رائع من فريق النادي الاهلي، وان شاء الله كمان نختم بشكل كويس في مباراتين الكاس المتبقيتين. يمكن محمد التدريب النهارده كالعاده، النهارده التدريب الاول والرئيسي استعدادا لمباراه المصري، كان في محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر في يعني غرفه المحاضرات تحت يعني اسفل مدرجات مختار التتش هنا بالجزيره. يمكن المحاضره ما طولتش قوي، اتكلم فيها طبعا عن مباراه الغد واهداف الفريق، خاصه يا محمد انك بتتكلم في وجود اكثر من 5 عناصر من فرق الشباب المختلفه، سواء 2003 2001 وكمان 2005 في موجود عدد من العناصر اللي شفناها قبل كده بشكل كبير في تدريبات الفريق الاول. اللاعبين طبعا حالا انا معاك دلوقتي محمد على الهواء، يمكن بعض التدريبات بالكوره وبعد كده هيختتم التمرين بتقسيمه هيشارك طبعا فيها جميع اللاعبين، وطبعا الحراس الاربعه الموجودين في تدريب اليوم، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف. ومن بعدها ان شاء الله الفريق هيتجه لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق الليله باحد فنادق منطقه برج العرب. الفندق بالظبط يا محمد بيبعد عن ملعب المباراه 10 دقائق. ان شاء الله الفريق هيتناول وجبه العشاء في الاسكندريه النهارده، ومن بعدها يخرج الجميع للراحه ويبداوا بقى برنامجهم باذن الله من 11 صباحا في فندق الاقامه، سواء بتناول وجبه الافطار او طبعا فتره الاكتيفيشن اللي هتجرى في الفندق في تمام الساعه 12:30 ظهرا، ومن بعدها المحاضره الفنيه او الغداء الاول هيكون في تمام الرابعه والنصف عصرا، والمحاضره الفنيه الساعه 6، ومن بعدها على طول التحرك لملعب المباراه. عدد كبير جدا ان شاء الله بكره هياخد فرصته محمد وهيبداوا المباراه، سواء من اللاعبين الناشئين او كمان اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفتره الاخيره، نتمنى لهم جميعا التوفيق ويكون ختام اكثر من رائع لموسم الدوري العام او لبطوله الدوري العام النادي اللي توج بيها باللقب ال 43. وان شاء الله بقى يعني يبقى الحديث بقيه في مباراتين الكاس وامام الداخليه ان شاء الله نوفق فيها، ويبقى عندنا كمان مباراه المصري في دور الثمانيه. دي كانت كل الاجواء عندنا هنا من التدريب يا محمد، اجواء اكثر من رائعه، مستر مارسيل كولر مدي اللاعبين كلهم الثقه سواء يعني نفسيا او كمان في الملعب، وان شاء الله ده يظهر على اداء اللاعبين في مباراه الغد باذن الله امام النادي المصري. ابرز اللاعبين الصاعدين يا توفيق، انت اتكلمت على لعيبه من 2003 و2005، يمكن انا شفت كريم الدبيس، شفت زعلوق، في لعيبه حتى لعبت الماتشات اللي فاتت، محمد فخري، كريم الدبيس، احمد نبيل كوكا، رافت خليل، لكن مين تاني من اللعيبه اللي صعدت ما كانش موجوده في التدريبات اللي فاتت والنهارده موجوده في التدريب لان ممكن يشارك في مباراه بكره في ظل ان في 12 لعيب اجازه لغايه يوم الخميس اللي جاي؟ انت بتتكلم على التشكيله الاساسيه بالكامل واخده اجازه فيما عدا محمد عبد المنعم.
يمكن كمان محمد عبد المنعم بنسبه كبيره. محمد كمان هيبقى خارج مباراه الغد زي ما قلت لك، هو بس موجود النهارده، ولكن الجهاز الطبي والفني يعني فضلوا ان هو يخوض بعض التدريبات الاستشفائيه. كمان يمكن عمرو السوليه موجود، طه شادي موجود برده، شادي حسين بيعمل بعض التدريبات الاستشفائيه، وكمان محمود متولي بيمارس تدريبات الاستشفائيه. يمكن الابرز طبعا المجموعه زي ما انت قلت محمد، في كمان محمد زعلوك مهاجم فريق 2005 وميدو اسامه لاعب الارتكاز، وطبعا مدافع واعد جدا من فريق 2003 حازم. يعني مجموعه كلها كانت موجوده معظمها الفتره اللي فاتت زي ما انت قلت، موجودين في مباراه بكره ان شاء الله يظهروا بالشكل اللي مستنينه كلنا منهم، وباذن الله يكونوا اضافه للفريق بكره مع العناصر طبعا الاساسيه اللي موجوده من الفريق الاول، سواء طاهر او كمان كابتن الفريق بكره باذن الله هيكون رامي ربيعه، وطبعا موجود احمد القندوسي، مجموعه كبيره من اللاعبين ان شاء الله بكره يادوا اللي عليهم ويادوا تعليمات الجهاز الفني، ويكون التوفيق معاهم باذن الله رب العالمين. وده اخر مباراه طبعا يا محمد انت عارف، فان شاء الله الموسم يخلص على خير، واحنا طبعا الحمد لله توجنا بالبطوله، وده مجهود اكثر من رائع سواء من اللاعبين او الجهاز الفني، ولكن طبعا حاله الاجهاد هي اللي يعني دفعت مستر مارسيل كولر لاعطاء هذه المجموعه من اللاعبين اجازه. اكيد طبعا كنا نتمنى ان كنت اجازه اطول، ولكن طبعا مباراه الكاس وبطوله جديده ففيها دوافع جديده وطموح جديد انك تحافظ على لقبك فيها، ده اعتقد برده اللي هيخلي اللاعبين يعني الاجازه هتبقى قصيره شويه لغايه يوم الخميس فقط، ومن بعدها على طول يعني الاستعداد على طول للمباراه الداخليه اللي هتبقى على طول يعني ما فيش ثلاث ايام وهتلاعب الداخليه ان شاء الله نوفق فيها، وهبقى ثلاث ايام وهنلاعب النادي المصري مره اخرى باذن الله. التوفيق يكون معانا محمد، وتاني الموسم زي ما احنا قلنا خمس بطولات من الخمسه الحمد لله، وكمان تبقى واصل للدور قبل النهائي في بطوله كاس مصر، اعتقد ده هيبقى انجاز كبير جدا نختم بيه الموسم، وباذن الله نستعد لما هو قادم، خاصه ان احنا داخلين زي ما انت قلت اكتر من مره محمد على موسم شاق جدا ومليان بطولات، وطبعا هدفنا وهدف كل جمهور النادي الاهلي هو الفوز بكل البطولات ان شاء الله، والتوفيق دايما يكون مع النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي بالجزيره، وكلام مهم جدا قاله توفيق اثناء التدريب، اتكلم على فكره ان في 12 لاعب خدوا اجازه بشكل رسمي قدامنا اهو، يمكن ده جانب من التدريب اللي بدا منذ قليل على ملعب التتش بالجزيره. يمكن السوليه طبعا مش هيشارك في ماتش المصري، شادي حسين كمان خلاص يعني المفروض بيستعد الفتره الجايه ممكن للمغادره والتجربه الجديده في احد الانديه، لكن قدامنا جيل صاعد من قطاع الناشئين موجود في تدريبات الفريق الاول عشان يكون موجود بكره في ماتش المصري. كولر خلاص بعد ماتش بيراميدز شايف ان الافضل نريح اللعيبه، بس في نفس الوقت عنده مباراه الداخليه الاسبوع اللي جاي، وعنده كمان مباراه في نهايه الاسبوع اللي جاي في حال الفوز على الداخليه، فريح اللعيبه كام يوم، ومن يوم الخميس المجموعه اللي خدت اجازه هترجع عشان تستعد لماتشات الكاس. في الختام قدر الامكان حاولنا نقربكم شويه من الاحداث والاخبار اللي موجوده على السوشيال ميديا.